كابتن صالح سليم. وبرضو انا نفسي اقول انه صالح سليم حرام مقارنته باي حد تاني. ليه؟ لانه صالح سليم ظاهرة. صالح سليم ليس مجرد شخص او رئيس نادي طبيعي. او هنا يا كابتن مدحت في ناس ربنا بيحبوها بكاريزما وبطلع على من غير هم ما يقصدوها كمان. نعم. كابتن صالح كان له كاريزما وكان له إطلالة على الناس بتجبر أي حد على احترامه وبتجبر أي حد على التعامل معه بطريقة معينة. نعم. لأنه صالح سليم كان رجلا في منتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا. كان رجلا لا يعرف العواطف في عمله. كان رجلا عمليا بمعنى الكلمة. في حاجات كتير قوي كانت بتخلي صالح سليم ظاهرة. وانا طول عمري بقول صالح سليم ظاهرة وليس رمز. مش رمز كمان يعني، هو اعلى من الرمز شوية. ظاهرة بيجبرك على ان انت تلتزم بالطريق السليم من خلال تصرفاته ومن خلال كلامه معاك ومن خلال اسلوبه في التعامل. كان ديمقراطي في المجلس؟ كنت عضو معه في المجلس؟ طبعا انا عدت عضو مع كابتن صالح من 96 ل 2000 ومن 2000 و2002 الى ان توفاه الله. ويعني كنت بجواره في محنته الصحية وحتى توفى كنت على قرب شديد جدا منه وشفته كيف يواجه المرض اللعين وكيف يواجه الموت. صالح سليم بمنتهى القوة ومنتهى الشموخ. الحقيقة كانت حاجة تعلمت منها الكثير.